السلام عليكم خوتي، هذا موضوع حبيت نتكلم فيه. رجال بتخدم رجال من أجل المال، رجال يمارسون مهنة فيها نوع من الإهانة ويرضون على ما قسمنا الله لهم، يحضرون رؤوسهم من أجل تحضير مصرفهم اليومي، والمغاربة لا أحد تكلم عليهم حيث المغاربة ضايخين في الروتين اليومي. المهنة خوتي هي هذه، الناس اللي كيسيرجوا الناس صبابط، هي مهنة فيها شوية الإهانة. كنطلب من الناس اللي بغاو يسيرجوا جالسين في القهاوي ولا في أي بلاصة يشدوا من عندك مرسيرة الشيتة، بخصوص إذا كان راجل كبير في السن، ويديروا ذاك العمل بيديهم. إن شاء الله في دوك الرجال راه ما عندهمش البديل كيمارسوا ديك المهنة، مي بحالاش فيها الإهانة. شحال من واحد تيسيرلو شي واحد في القهوة وتيقول له اسمح لي ما عندي الصرف تتولي، لا يعقل. والسيد راه غادي شاري سيرة شاري شيتا باش يجي يقضي لك شغلك، فيها إهانة. وواحد الحاجة، فاش يبغي شي واحد يسير رجلكم اخوتي المغاربة وتكون جالس في القهوة، حيد الصبار وعطيه له يسيرجو. أما باش تبقى حاط رجليك وجالس انت في القهوة كتكمي عليه هو كيسير رجلك، مكنعرفش المغاربة هاك. وهادي نصيحة لكاع الشباب وكاع المغاربة، حاولوا تقدروا دوك الناس اللي كيمارسوا هاد المهنة هادي. انا باش نقدرهم نسيرج وجهينا هادي، باش غنتعاون معاهم تهلاو فيهم. ومساكن راه ما عندهمش البديل، وانتم تشوفوا شي لقطات، ماشي غير الرجال اللي كيهينوا الرجال، بنت راجل قد بنتها، راجل قد بنته، هي قد بنته وعاطيها رجليها وقالت كتفي العاص وكتقرب. مغاربة نتوما راه شعب الجودة والأصالة وبزاف د الحوايج، معروفين تترحبوا بالناس وكتكبروا بالناس. تعاونوا مع خوتكم المغاربة، وهاد المهنة هادي راه فيها شوية الإهانة. تمنوا من الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت كتخدم هاد المهنة هادي؟ تتخدمها؟ لا. هادر هاد المهنة هادي كتخدمها؟ كتمارسها يوميا؟ فيها طريف الخبز؟ وانت ما كتبلكش بلي هاد المهنة فيها شوية الإهانة؟ الوقت نهضر من جهه الوقت اللي دارتها، الا ما درتش هاد المهنه ما تاكل ما تشرب، ما عندك ما تاكل باش تاكل باش تشرب. لا الوقت في ساك دوار شنو الله يفاجي عليك اخويا. دابا شحال كتسيري هاد الصباط هاد؟ دابا هذا سيريتي يا شحال كتسيري ستسيري الصباط؟ وكيفاش كل معاملة الناس معك من بعد ما كتنتهي كتسير جلوس الصباط، كيفاش كل معاملة الناس معك؟ تخرب مشيت عندو ما عندوش مشيت ما عندو عندو ما عندوش مشيتي. واش كاين شي ناس ما تيخلصوكش؟ كاين الفقراء. باش عرفتيهم فقراء ولا عنصريين؟ معاملة ديال الوقت مع بحال ولا خوت شوية.